حاج عبد الله، انا اسف اتاخرت عليك. اتفضل. ازيك يا باشمهندس سامح؟ اهلا بحضرتك يا حاج عبد الله. انا وحضرتك طيب. حضرتك بكل خير. انا عملت مع حضرتك كم مداخله بقالي اكثر من سنه وما فيش اي فايده في مشكلتي ابدا. اللي هي ايه يا حاج عبد الله؟ اللي هي يا فندم حكايه الزباله بتاعت نهور الابليه. حكايه الايه؟ الزباله. المخلفات اللي بتتحط في الربع الغربي نهور الابليه. في مخلفات بيتم القائها في ارض يعني؟ في البحر. في البحر يا بيه. بحر ايه؟ بحر الربع الغربي فرع صنهور الإبلية. الربع الغربي؟ ايوه فرع صنهور الإبلية العمومي. صنهور الإبلية العمومي الفيوم ري شرقة النورس. دي مشكلة قمامة، بتيجي عربيات المخلفات او عربيات القمامة ما فيش لا عربيات ولا جرارات ولا اي حاجة، جميع الزبالة الصنهور الإبلية بتتحط في الربع الغربي. مين اللي بيجيبها؟ ما هي عربيات قمامة اللي بتيجي. الاهالي كلها بيه. الاهالي. طب حنلاقي ايه المشكله دي يا حاج عبد الله؟ يا باشا اتصلت مع حضرتك كم مره ومفيش اي فايده ابدا. ايوه حلها ايه من وجهه نظر حضرتك؟ انا عايز سعادتك المفروض يعني تعملوا حاجات ضد الوحده المحليه. ضد الوحده المحليه؟ ال 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 أيوة. هو مفيش منظومه لجمع القمامه عندكم خالص؟ مفيش يا باشا، مفيش. الوحده المحليه في صنهور الابليه الفيوم. ايوه النهارده احنا هنوصل الشكوى دي للسيد محافظ الفيوم، وانا عارف ان احنا قبل كده برضه نعم تحت في مخالفات تانية عندنا من صنهور الإبلية لحد في دينين على البحر، بيوجد مواتير لرفع المية من الربع ده بدون وجه حق. شمال ويمين، والطراد اللي على جنبين متاكل، والناس بتضرب في الشجر وبترفع المية بدون وجه حق. طب انا هقول لك على حاجة. اتفضل يا باشا. وانا عندي يعني اسف ان انا بقولها. لا احنا انا اتكلمت قبل كده، اول يعني منبر اعلامي كان يتكلم على مشكله التعديات على الارض الزراعيه ونناقشها من كل جوانبها، وكنت بحذر الفلاح نفسه واقول له انا مش عايزك تقع تحت طائله القانون، القانون هيبقى غليظ والعقوبه هتبقى قاسيه، وكنت بتكلم في كده. الفتره الحاليه وخلاص خلي بالك يعني كلها ايام او اسابيع قليله وهتلاقي قوانين وتشريعات غليظه بالنسبه للتعدي على جميع المجاري المائيه، يعني على الترع وعلى المصارف وعلى اي مجرى مائي هتبقى العقوبه غليظه. بس انا مش هقدر النهارده اقول انا عايز اعاقب اللي بيرمي القمامه قبل ما اشوف المسؤول اللي قصر وما عملش منظومه جيده ان هو يجمع القمامه من عنده. انت عاجز ان انت تعمل منظومه بسيطه جدا لجمع القمامه تشغل من خلالها الشباب وتعمل فرص عمل ويبقى في مصانع لتدوير المخلفات. احنا كنا شفنا في البحيره وسجلتها من سنتين مصنع لتدوير المخلفات انشاته المحافظه وتم طرحه للقطاع الخاص بس عشان يشغلوه، وكان يعني تجربه ممتازه، عملت فرص عمل، وفرت فرص عمل، عملت استثمارات. كله تعبك والوحده المحليه بصنهور الابليه. خلاص احنا النهارده برضه هنكلم السيد المحافظ تاني وعايزين نعرف يعني احنا المشكله قوي في الوحده المحليه، مشكله كبيره جدا هي محتاجه خبراء علشان نقول يا جماعه. نعم والله يا سامح بيه ما احنا عارفين نخلص من المشكله دي بقى لنا اكثر من 10 سنين ان شاء الله. النهارده برضو نكلمهم تاني واحنا من جانبنا ما قصرناش معاك، لكن مش لا والله يا بيه ما قصرت، سعادتك ما قصرتش والله. الله يسلمك يا حاج حمدي، كل سنه وانت طيب. حاج حمدي من الحاج عبد الله بشكرك، الحاج حمدي من الفيوم ايضا اتفضل. يا حاج حمدي طيب. الحاج حمدي الخط قطع، حاولوا تكلموه لو معاكم رقمه ممكن يكون هو عاوز يبلغنا مشكله مهمه ومش قادر يوصل لنا، كلموه.